تعال بقى افرجك على اكبر حادثه قرصنه الكترونيه واستيلاء على اموال من البنوك في العالم. تفتكر كده المجرمين سرقوا قد ايه؟ في فبراير 2016 وتحديدا يوم الحد، مدير البنك المركزي في بنجلاديش كان داخل مكتبه الصبح عادي بعد الاجازه، لكن قرر يدخل مكتب الحسابات والميزانيه، وده مكتب محظور على اغلب العاملين في البنك. لكن المدير لاحظ ان كان في مجموعه متجمعين بسبب مشكله، لان البرينتر في المكتب ما كانتش شغاله من يوم الخميس وما طبعتش اي تقارير. هتقولي طب وايه المشكله يعني لما البرينتر تكون مش شغاله؟ ده سؤال مهم. تخيل ان البرينتر دي هي اللي كشفت ان في كارثه في البنك المركزي في بنجلاديش. البرينتر متوصلة على نظام سويفت الإلكتروني الخاص بالتحويلات البنكية، والمفترض أن البرينتر دي تفضل شغالة بشكل تلقائي علشان تطبع التقارير البنكية الخاصة بالتحويلات لحظياً. لكن لما المدير دخل القسم ما لقاش البرينتر شغالة وبدأ يدور على السبب، وأول لما المهندسين صلحوا البرينتر، البرينتر بدأت تطبع التقارير اللي كانت متعلقة من يوم الخميس بالليل. المهم مجرد ما البرينتر بدأت تطبع وبدأ الموظفين يشكوا في عدد الورق اللي مطبوع ويفحصوا التقارير، اكتشفوا كارثة. في تقارير كانت فيها تحويلات كبيرة جدا بملايين الدولارات، فيها معلومات عن تحويلات من بنك بنجلاديش لبنوك في دول تانية. مدير البنك المركزي صعق لما اكتشف ان التحويلات تقريبا وصلت حوالي مليار دولار، وده رقم ضخم جدا ممكن يأثر على الاحتياط الدولاري في الدولة كلها. طبعا البنك اتشقلب رأسا على عقب ومحدش كان عارف يعمل ايه ويوقف التحويلات دي ازاي. الموضوع في حقيقته بدأ في حوالي 9 شهور قبل الحادثة بالظبط، لما مجموعة فتحوا 4 حسابات في بنك في الفلبين، كل حساب بحوالي 500 دولار، ومفيش أي حركة حصلت على الحسابات دي بعد كده والناس دي اختفت. قبل الحادثة بفترة بسيطة واحد من الموظفين في البنك فتح إيميل كان فيه ملف ملغم بفيروس، ومن غير ما ياخد باله فتح الملف والفيروس انتشر على شبكة البنك، وده اللي ادى فرصة للهاكرز يدخلوا النظام البنكي في بنجلاديش ويجمعوا معلومات عن الأنظمة والمستخدمين والشبكات. المهم الهاكرز قدروا يوصلوا لمعلومات كتير جدا، ومنها معلومات دخول نظام سويفت الخاص بالتحويلات، وبدأوا عملية التنفيذ لسرقة الفلوس يوم الخميس. طبعا هتقول لي وليه يوم الخميس؟ لا يبقى انت مش مركز معايا. بنجلاديش دولة مسلمة والبنوك بتاخد أجازة من الخميس آخر النهار لحد الحد الصبح زي عندنا بالظبط. في الفترة دي الهاكرز دخلوا نظام البنك عن طريق الفيروس اللي اتزرع في الشبكة لما الموظف فتح الإيميل. بعيدا بقى عن الهاكرز بتوع عبده مطوى اللي اتعلموا ينصبوا على العملاء دول، بقى موضوع الهاكرز موضوع تاني خالص. الهاكرز هنا كان هدفهم الاساسي الدخول لنظام سويفت الخاص بالبنك، وده النظام العالمي لتبادل المعلومات البنكيه الخاصه بالتحويلات. وفي الحقيقه هو مش بيحول فلوس، لكن بيحول اوامر دفع بين البنوك وبعضها، ومتامن تامين قوي جدا، عشان كده محدش بيفكر يحاول يخترقه، لكن دايما البني ادم او المستخدم هو الحلقه الاضعف في سلسله الامن، فالمخترق بيدور ازاي يدخل للمستخدم أسهل من النظام. لكن في الحالة دي الهاكرز كانوا بيدوروا على معلومات الدخول لنظام سويفت في البنك المركزي في بنجلاديش، وقدروا فعلا يتحكموا في النظام الإلكتروني وكأنهم موظف من موظفين البنك، وبدأوا يعملوا أوامر دفع لتحويل حوالي 951 مليون دولار من الفيدرال ريزيرف بانك في نيويورك. برضو هتقولي شمعنا نيويورك؟ عشان البنك المركزي في بنجلاديش عنده حساب هناك فيه بلايين الدولارات. أوامر الدفع كانت لتحويل الفلوس دي من حسابات بنك بنجلاديش في نيويورك لحسابات في بنوك تانية حوالين العالم وتحديداً في آسيا. طبعاً أوامر الدفع دي بدأت تتنفذ جزء منها في نيويورك يوم الجمعة، ويوم الحد لما الموظفين بتوع بنجلاديش اكتشفوا الكارثة حاولوا يوقفوا التحويلات، لكن وقتها طبعاً كان البنك الفيدرالي في نيويورك أجازة. قليل البخت بقى، بس حقيقي مش قليل البخت، ده تخطيط جهنمي من الهاكرز انهم يعملوا العمليه في وقت اجازه البنك في بنجلاديش عشان تتنفس في وقت العمل في نيويورك، ولما يكتشف البنك في بنجلاديش يلاقي بنك نيويورك قافل. ايه الحلاوه دي؟ مش بس كده، البرينتر اللي كان المدير والموظفين في بنك بنجلاديش مفكرينها عطلانه، طلع الهاكرز هم اللي معطلينها عن طريق الفيروس اللي زرعوه في الشبكه عشان البرينتر ما تطبعش اي حاجه في وقت العمليه. في الوقت ده حوالي 20 مليون دولار اتحولوا من البنك الفيدرالي في نيويورك لحساب في سريلانكا باسم شركة وهمية، وده الحقيقة كان واحد من 35 تحويل بملايين الدولارات لحسابات في بنوك تانية في آسيا. لما رجع البنك الفيدرالي في نيويورك للشغل يوم الاثنين، كان في النظام البنك متعلق مجموعة من تحويلات بسبب شكوك في أماكن التحويل، خصوصاً إن كان في اسم حساب لشركة مشابهة مع شركة شحن محظورة في البنك بسبب إنها بتتعامل مع إيران. لما المحققين في البنك الفيدرالي بدأوا يفحصوا التحويلات، اكتشفوا الكارثة بسبب ال 35 تحويل اللي معمولين بمبالغ كبيرة جداً لبنوك في آسيا في حسابات شركات مجهولة. ده طبعا خلاهم يتصلوا بالبنك في بنجلاديش يوم الاثنين واللي كان غرقان في الكارثة بتاعته، وساعتها البنك الفيدرالي في نيويورك وقف باقي المعاملات، لكن كان خلاص تم تحويل أكتر من 100 مليون دولار بالفعل. وكل سنة وانت طيب.